السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام، تحية طيبة لكم جميعا أينما كنتم. دائما معكم حول طرق العلاج، علاج السرطان طبعا، واليوم نفهم الناس كيف يتعاملون مع هذه الطرق وأن يكونوا حذرين، فربما تكون هناك معلومة أقوى من العلاج نفسه، ربما تكون معلومة بسيطة يتهور معها الناس وهي أقوى من العلاج نفسه. فاليوم نركز على نقطة خطيرة جدا، وهي أن تعلمون أن بعض الحالات، وليس بعض الحالات يعني جل الحالات مع الأسف، بعض الحالات تصل إلى حالة مزرية أن المناعة تتخرب والوزن يسقط، يعني ينزل إلى أقل من النصف، ويصبح الشخص هيكل عظمي، ثم المناعة تتخرب ولا يقدر على العلاج، لا يقدر على أن يكمل الطريق. وهذه الحالات هي كثيرة، كثير من الحالات تصل إلى يعني هذا المستوى. فنبدأ من البداية، فهناك أشخاص سيتهورون مع هذه النصائح، ربما سيستهترون بها ولا يغيرون أي شيء، لا يغيرون أي شيء في حياتهم. ربما هناك من يدخن ثم يعني يبقوا مع الأكل خارج الشارع، يعني المنزل في الشوارع، ويبقوا مع المقليات والحلويات ومشروبات غازية وأشياء هكذا، يعني لا أهمية فيها، ثم يعني سيخضعون إلى العلاج الكيماوي إما قبل العملية أو بعد العملية. ثم يعني أثناء العلاج الكيماوي تتخرب هذه المناعة، يصلون إلى حد يعني خطير، مستوى خطير، ثم يعودوا أقولها مرتين، ثم يعودوا ليسألوا عن أعشاب وأغذية تزيد في المناعة. ونتمنى ألا يصل الناس إلى هذا الحد، لأن سيكون الوقت قد فات. لأن كثير من الناس يعني سيفهمون أن العلاج الكيماوي هو علاج صائب 100% وبدون أن يفعل أي شيء، سيكتفون بالعلاج الكيماوي، سيعولون على العلاج الكيماوي 100% بدون أن يغيروا أي شيء. هؤلاء سيصلون إلى مستوى أن المناعة ستتخرب بعد 3 أو 4 أو حتى 5 حصص، إما العلاج بالأشعة أو العلاج الكيماوي، فستتخرب المناعة. ثم يبدأ يسأل عن أشياء تزيد في المناعة، ومئات الأسئلة، مئات الحالات يتصلون بنا يعني يسألون عن نظام غذائي أو أعشاب تزيد في المناعة. كان عليهم أن يسألوا قبل أن يبدأوا العلاج الكيماوي، كنا سنفيدهم وكنا سنساعدهم في جميع الحالات، يعني سنساعدهم في جميع الحالات، لكن قبل أن يبدأوا العلاج يكون أحسن. نحن علمنا الناس كيف يستعدوا للعلاج، وعلمنا الناس كيف يحافظوا على المناعة، فالذين سيغيرون أساليب حياتهم ونمط عيشهم هؤلاء لا نتكلم عنهم. أكيد أن المناعة إن شاء الله ستبقى جيدة، وأن يبقوا يتعاملوا يعني بذكاء مع العلاج الكيماوي، إذا رأوا بأن المناعة لا تسمح فينتظروا، ممكن أن يؤخروا مثلا الحصة بمدة بسيطة، أي شيء هكذا. ثم يعني يجب أن يفهم الناس هذه الأشياء فقط. فهناك من يعني سيستهتر، وأنا أتكلم على اليوتيوب وأتكلم مع دول العالم، حتى إخواننا الذين يعني يفهمون العربية في البلدان الأوروبية والأمريكية سيقولون لكم نفس الشيء الذي يقولون هنا في بلداننا العربية، سيقولون لكم نفس الشيء، يعني كولوا كل شيء ولا علاقة للأغذية بالسرطان، هكذا سيقولون لكم، ثم ستأكلون كل شيء، يعني خارج المنازل وليس داخل المنازل. إذا كنتم ستأكلون داخل المنازل، نعم كلوا كل شيء، كل شيء يطبخ في المنزل وكل شيء جيد وليس كل شيء مصنع. هؤلاء لا يريدون أن يربطوا السرطان بالأغذية. وأنا تكلمت في حلقة على أن حتى هذه المركبات، يعني هذه يعني المستشفيات الصحية يعني الجامعية في العالم، الدولة المتقدمة، ليس لديها مطبخ جيد، لديها مركب جراحي هائل، عناية طبية هائلة، رفاهية طبية، لكن ليس لديهم مطبخ جيد. فهذا هو المشكل في العالم، مشكل في العالم الآن، أن هذا أن يعني أن القطاع الصحي لا يعير أي أهمية للنظام الغذائي. فيعني لا نتمنى أن يتهور الناس مع هذه النصائح، ويصلوا إلى حالة أن المناعة تخربت، أن الوزن يتراجع ينقص، يعني أن الشخص يعني يصبح في حالة مزرية، ثم يحقنون له دم، يعني يزيدوه الدم، يحقنون له دم لكي يكملوا العلاج. فهناك أشخاص كانوا بوزن 70 كيلو
أصبحوا ب35 كيلو، 50%، أصبحوا هيكل عظمي. وأنتم تعلمون جيد أن لديكم يعني أشخاص من يعني من أقاربكم أو أصدقائكم، وأنتم يعني تعلمون جدا أنك حالات كثيرة وصلت إلى هذا المستوى. لماذا؟ لأن الشخص يتهور منذ البداية مع يستهتر بهذه الأشياء، ويعول 100% على العلاج الطبي، على العلاج الكيماوي، ثم في الأخير هذا العلاج الكيماوي لا يقدر على شيء لأن المناعة تخربت، يعني الوزن تراجع نقص والمناعة تراجعت، ومع الأسف الشديد ها يعني والمؤشرات يعني ارتفعت، والأنزيمات ارتفعت، والشخص يعني لديه إسهال وتقيؤ، وليس لديه الرغبة في الأكل، ثم في الأخير يسأل عن أشياء ترفع المناعة، ولا يزال يريد رفع المناعة لكي يكمل العلاج. فهذا نحن نفهم الناس، نحن نعلم الناس، يعني لا ننصح بعلاج ولا نمنع علاج ولا نقترح على شخص أي شيء. هذا قرار الشخص هو نفسه، إذا قرر أن يخضع للعلاج الكيماوي يجب عليه أن يستعيد. مع الأسف الشديد لا نريد أن يصل الناس إلى هذه الحالة، أنه يعني يتهور مع هذه النصائح، لا يغير نمط عيشه، يبقى على أكله العادي، حلويات، مقليات، مشروبات غازية، يعني الهامبرجر، هذا الأجبان، أشياء المثلجات، يعني العلكات، أشياء هكذا. ربما هناك شخص يدخن، ثم في الأخير تتحطم المناعة، ثم يعود الشخص ليسأل عن أعشاب ونظام غذائي يرفع المناعة. لا نريد ناس أن يفوتهم الوقت، فقط أن يبدأ من البداية يغير هذا. فماذا يضر إذا غير الناس نمط عيشهم؟ ماذا يضر؟ يعني حتى الأشخاص الغير مصابين بالسرطان، يعني ماذا يضر إذا غير الشخص يعني نمط عيشه؟ ماذا يضر إذا يعني الشخص بدأ يعني يستهلك أشياء نظيفة وقوية؟ والنظام الغذائي الذي تكلمنا عليه هو من أقوى الأنظمة الغذائية على وجه الأرض. فيه سمك، فيه بقوليات، فيه حبوب، فيه لوز، فيه جوز، فيه زيت زيتون، فيه كل شيء، يعني خضر، فواكه، أوراق خضراء، في كل شيء طبيعي نظيف يطهى في المنزل. المصبة، منعنا المصبرات، منعنا الأشياء التي مرت من الصناعة، مثل السكر، مثل زيوت المائدة، مثل المشروبات الغازية، مثل البسكويت، مثل الحلويات، مثل العلكات، الأشياء هذه منعناها طبعا لأن هي فيها مضافات غذائية. ولا أظن يعني لا أظن أن هناك يعني شيء منطقي أكثر من هذه الأشياء التي نتكلم عنها، لا أظن، منطق وليس يعني علم هذه الأشياء. فلا نتمنى لهذا إخواننا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافي الجميع وأن يلطف بالجميع، لكن لا يتهور يعني هؤلاء ويعولون 100% ويرتبكون وينسون نمط العيش، ينسون يركزوا على العلاج الطبي وينسون ويسرعوا ويصبحوا في عجلة لكي يتعالجوا في أسرع وقت، وينسوا نمط العيش، وينسوا أسلوب الحياة، وينسوا الأشياء التي سببت لهم سرطان. يجب أن لا ينسوا هذه الأشياء، فقط أن يغيروا نمط العيش منذ البداية، ولا ينتظروا حتى تتخرب المناعة ثم يعودوا ليسألوا عن النظام الغذائي وعن الأعشاب. إذا تخربت المناعة فليس هناك حل. أنا أكرر، أتكلم على اليوتيوب وأتكلم مع جميع دول العالم، إذا تخربت المناعة ليس هناك حل، وليس هناك علاج بدون مناعة. حتى التهاب اللوزتين عند الأطفال ليس هناك علاج بدون مناعة، العلاجات كلها وضعت على أساس مناعة مرتفعة. وكان الناس من قبل لا يعيرون أي اهتمام للنظام الغذائي، لأن الناس كانوا يطبخون في منازلهم، كانوا يأكلون الطبيعي، فلم يكن طب يعير أي اهتمام لأن الناس كانوا يعيشون. أما الآن لا، الآن الناس أصبحوا يعيشون على يعني على الأشياء المصنعة، وأصبحوا يعيشون في الشوارع، يعني يتغدون في الشوارع، فلا يمكن أن يبقى هذه الأشياء. وأظن أن هؤلاء الذين يقولون الناس كلوا كل شيء، حتى في أوروبا وأمريكا كلوا كل شيء وعلى علاقة للأغذية بالسرطان، هذا الخطاب يجب أن يتوقف. It has to stop. أظن أن هذا الخطاب يجب أن يتوقف، لأن يعني على الأقل أن يتركوا الناس يجتهدوا، لأن الشخص إذا سمع يعني في مركب جراحي في نيويورك أو في سيدني أو في ستوكهولم، إذا سمع في مركب جراحي راقي بأن طبيب يقول له كل شيء، سيأكل كل شيء، وهذا كل شيء فيه نقانق وفيه أجبان وفيه شربات غازية وفيه علكات وفيه مثلجات وآيس كريم وفيه فاست فود وفيه جانك فود وفيه كل شيء. فيجب أن يعني هذا الخطاب، أنا قلت أتكلم على اليوتيوب، هذا الخطاب أنا هذه يجب أن يتوقف، ويجب يعني أن يعاد النظر حتى في المطبخ داخل المستشفى،
حتى جميع مستشفيات العالم ومصحات العالم سواء كانت حرية أو حكومية يجب أن يعاد النظر في المطبخ، لأن هناك حالات أكثر من ثلث الحالات تضررت من التغذية أثناء العلاج. أعيد، تضررت من النظام الغذائي أثناء العلاج. وهذه الأشياء يعني يجب أن ينتبه لها الناس، ولا نتمنى أن يتهور الناس مع هذه الأشياء وأن يبدأوا من البداية، وأن لا يعني أن يسألوا عن الأعشاب والأغذية التي تزيد في المناعة قبل العلاج الكيماوي، قبل العلاج الكيماوي وليس بعد العلاج الكيماوي، لما تخرب المناعة ثم يصبح الشخص في حالة مزرية ثم يعود ليبدأ يسأل عن هذه الأشياء ربما يكون الوقت فات. لا نتمنى أن يفوت الوقت على الناس، ولا يعني نتمنى من الله سبحانه وتعالى يعني أن يشفي جميع إن شاء الله، وأن يخرج الجميع بسلام، وممكن يعني حالات تخرج بسهولة من هذه العلاجات الكيماوية بسلام، ممكن أن تخرج منها بسلام إن شاء الله. الله لطيف بعباده سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.